ومسك الختام بيكون مع ليفل الوحش مع الملكة اللي احتلت عرش الدراما العربية السنة دي وحققت نجاح كبير يمكن ما شفناهوش من زمان جدا جدا جدا. قدرت انها تدخل كل بيت عربي وتكون ملكة الدراما السنة دي بإشادة النقاد وكل الجمهور مش بس في مصر ولكن في المنطقة العربية. الملكة صفصف اللي الجمهور اختارها النهاردة. أهلا 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 يا ستي، جيتي تحت درسي، جيتي تحت درسي يا ملكة. طبعا أنا هلا ما قابلتهاش ولا سجلنا من أول ما عملت العمل ونجاح، ولكن هي بتلف من تونس للمغرب شغالة بقى لدبي، البلاد العربية كلها، تكريمات وزراء البلاد ووزراء الثقافة وكل المسؤولين تم تكريمها من خلال الدور المبدع. الحمد لله تم تكريمي في تونس وعندي تكريم الشهر ده المغرب، بعد كده عندي الجزائر، بعد كده عندي العراق، وبعد كده عندي أمريكا. ما شاء الله، يعني ده نقول ده ايه دور العمر كله؟ مش عارفة والله يا بوسي، مش عارفة، بس يعني هو الدور اللي كل الناس أجمعوا على حبه. يعني أكيد أنا في كل عمل، يعني أكيد الأعمال اللي أنا عملتها كانت برضو بصمة وبرضو ناجحة وبرضو باخد عليها جوائز، لكن يمكن الدور ده اللي الناس كلها الحقيقة من أطفال لكبار لسن صغير كله أجمع على حب صفصف، مش عارفة ليه. يعني أنا لغاية مش عارفة ترجمها ليه، لأنه حتى لو هقولك أصله شعبي فأخذ القاعدة الشعبية، لكن أنا كمان مش الشعبية بس، يعني كل الطبقات، كل الطبقات وكل اللغات وكل البلاد. الدور اللي أنا بشوفه ترند أو ليفل الوحش، ما حدش عدى ليفل الوحش ده. بس عارفة هو ممكن برضو الطبقات العليا أصلهم شعبي برضو. طبعاً أكيد. الناس كلها والجمهور فرحان بنجاح هلا صدقي زي ما يكون نجاحهم هم، فرحانين ان انت خدتي حقك وانتصار موهبتك، وفرحانين ايضا ان من الناحيه الانسانيه انتصار التعب الفتره اللي فاتت اللي الناس كانت عايشه لحظه بلحظه معاكي فيه، ويمكن انت معيشه الناس معاكي حياتك اليوميه مع اولادك مع عيلتك. بس هم ده ملوش علاقه خالص، لكن هم حقيقي حاسين انه ايه في مواهب احنا بنحبها مش موجودة. يعني الجيل القديم ممكن مش مهتمين بيهم، ممكن مش بيدوهم حقهم، يعني حاسين بيتفرض عليهم مثلا ممكن نجوم مش حابينهم، فطب حاطين الناس دي ليه؟ يعني اكيد ده خواطر اللي احنا بيتقال في الاعداد، ده في خواطر الناس كلها، وانه حاسين بالموهبه. بس ده برضو هو يعني احنا بندور على مبررات، بس هو فعلا الناس فرحت لي من قلبها بجد. مش فرحت بس كمان على نجاح الدور، لا فرحانه لك من قلبها، وكمان الناس فرحانه ان انت نصفتي الجيل بتاعك. هو انا بقول ان نجاحي هو نجاح الجيل بتاعي، لان فعلا يعني احنا دلوقتي عندنا خبره كبيره، وليه مش بتستغلونا؟ ليه مش بتحطونا في الادوار الصح؟ ليه دور الام دايما دور مهمش مع ان هي الاساس، هي الاصل في الحكايه؟ ليه دايما دور الامهات او الناس الاب او الام او الجد او الجده دول كلهم مهمشين ازاي؟ ده دول الاساس. فالحمد لله الحمد لله. الجمهور محمد سامي، محمد رمضان، كل واحد هتوجه له كلمه النهارده، وانت بتاخدي جايزه الجمهور من جيل عشق صفصف وعشق الملك. نبدا بمين؟ الجمهور، محمد رمضان، محمد سامي. الجمهور، لان الجمهور ده دعمني من اول يوم، الجمهور ده اللي شجعني من اول يوم، الجمهور اللي اداني ثقه زياده اكتر من اللي عندي في ان الموهبه هي اللي يعني ايه. الجمهور انتصر على الميديا يا بوسي، الميديا فيها ناس كتيره بتشتغل بالميديا مش بالموهبه، الجمهور اللي نجح، الجمهور اللي انتصر، انه دعم صفصف ودعم جعفر العمده، برغم ممكن اكيد طبعا في حروب، لكن الجمهور اللي نجح وفرض كلمته.
فبشكرهم طبعا من كل قلبي. محمد سامي مخرج جريء، من زمان انا نفسي اشتغل معاه. محمد سامي يعني مش لاقية كلام أقول على محمد سامي، لأني اتكلمت عليه بس أنا مش لاقية كلام غير إن أنا أشكره إنك أنت صممت عليا، وإنك أنت كان في ضغوط كتيرة إنه يبقى في ناس تانية أو بدائل، لكن هو أصر وصمم لأنه هو عارف. بشكره لأنه إحنا طول وقت التصوير يقول لي أنت مش عارفة صفصف هتعمل إيه، كان عارف عنده بعد نظر صفصف دي هتعمل إيه. بشكره إنه هو الحقيقة حط كل المخرجين في خانة صغيرة، انه في موهبة عندنا انتوا مش مستغلينها وما عرفتوش تستغلوها، انا عرفت استغلها. فهو ده ياخد مليون جايزة. محمد رمضان ابني البكري، محمد انا بجد بحبه من قلبي. محمد انسان طيب وبيفرح لنجاح الغير، وكان في علاقه كبيره حب وموده واتفاق على كل حاجه. محمد بالرغم صغر سنه عني الا اني بتعلم منه الجيل بتاعه بيفكر ازاي. فتح لي سكك أو فتح لي حاجات أنا ما كنتش شايفاها. فمش عيب إنك تتعلمي من حد أصغر منك. الحمد لله إن إحنا التلاتة كنا على وتيرة واحدة وعلى إحساس واحد، والحمد لله إن المسلسل أو المثلث ده نجح بالحب وبالثقة، ويا رب يديمها علينا. نعم. وبداية مرحلة جديدة؟ بداية كنت دايما تقولي دي بداية مرحلة جديدة، يا رب تبقى بداية مرحلة جديدة يا رب. في الجمهور بيطالب جعفر العمدة 2، ربنا يسهل إن شاء الله. بس هو يعني أنا ارتبطت بعمل خلاص في تونس؟ مش في تونس، هيبقى بين لندن وفرنسا ودبي وجدة، واحتمال يبقى في أمريكا كمان، في يعني احتمال. انت بقيتي عالميه بقى. طب ممكن صوره يا جماعه مع سيلفي قبل ما هلا تبقى عالميه ما تعرفش تتكلمها بقى؟ مش للدرجه سيلفي بقى يعني. لا ما هو عربي برضو، بس هو التصوير في اماكن كتير وبيناقش قضيه مهمه قوي، وخلاص المسلسل بيتكتب ان شاء الله. مبروك الملكه المتوجه على عرش الدراما ليفل الوحش هلا صدقي، بقول لك انا سعيده بيكي وبنجاحك وبصفصف، ويا رب كل الحب اللي انت شفتيه النهارده يفضل موجود طول العمر في كل دور هتقدميه سواء هنا او في المنطقه العربيه كلها، احنا سعداء بيكي. ميرسي ميرسي يا بس ثانك يو حبيبتي ميرسي.